ولكن ما زال حتى الآن طبعاً الأسواق الأمريكية عاملة، وحتى الآن هي ما زالت مرتفعة إلى حد ما. إليك ميزة. كارينا كامل من لندن، شكراً جزيلاً لك. بالعودة إلى أخبار جلسة الأعمال، وفي دبي تحديدا ناقش مؤتمر تكنو مارت الخامس للتكنولوجيا مجموعة من التحديات التقنية الأساسية التي يواجهها العالم، منها تطوير الوسائل المتعلقة بالطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة وعملية تحلية المياه. ويبحث المشاركون في هذا الحدث الذي يستضيفه تكنو بارك، مجمع العلوم والتقنية التابع لعالم المناطق الاقتصادية، موضوع الطاقة النووية والرياح والهيدروجين. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. مجمعات التقنية ودورها في تنمية المعرفة وابتكار وتطوير الوسائل المتعلقة بالطاقة المتجددة، هذه عناوين عريضة ناقشها مؤتمر ومعرض تكنو مارت الذي ضيفه مجمع العلوم والتقنية التابع لعالم المناطق الاقتصادية في دبي. المشاركون في المؤتمر بحثوا الطلب المتنامي على الطاقة المتجددة والحاجة الملحة إلى مصادر بديلة، بما في ذلك الطاقة النووية والرياح والهيدروجين. التحدي هو أنه كيف إحنا نقدر نربط هذه المؤسسات الأجنبية صاحبة التكنولوجيا مع مؤسسات محلية ومع رواد أعمال محليين ومع الجامعات المحلية ومع القطاع المالي المحلي. يعني كيف أنه العوامل المحلية، كان من رواد أعمال لباحثين لجامعات للمؤسسات المالية، أنه تدخل في عملية الاستثمار وتنمية التكنولوجيا المحلية. وتشير التقديرات إلى أن البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات تضم حوالي 114 مشروعا لتوليد طاقة من كافة الأنواع بتكلفة إجمالية تتجاوز 160 مليار دولار. إننا سوف نحتاج إلى طاقة كبيرة جدا، وإنتاج الطاقة الذي نفعله الآن لا يمكن أبدا أن يفينا بكل ما نحتاجه، وإنتاج الطاقة بالطريقة اللي بنعملها فيه ضرر على الأرض، لأنه يصدر كثير من غاز ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن تغيير المناخ. معنى ذلك أننا لابد أن نغير من نمط إنتاج الطاقة. لا شك ان احنا عندنا متاخرين جدا في هذا المجال في العالم العربي، لكن البدايات زي هي الموجوده. مثلا انت بتشوف مثلا اماكن زي انترنيتي سيتي، ميديا سيتي، تكنو بارك، والحاجات دي كلها دي اماكن بدايه للشرق الاوسط جديده جدا، بتسمح لنا ان احنا نجيب شركات عالميه يعني بتتفاهم مع بعض وتتبادل افكار، واحنا كعرب من هتستفيد من هذا الوجود، ونقدر نبني عليه ان احنا نكون بطاقه شخصيه علميه لينا من هذه الخبرات. ووفقا لمجلس الطاقة العالمية، فإن دول الخليج ستحتاج إلى 100,000 ميجاوات من الطاقة على مدى السنوات العشر المقبلة. وتشير تقديرات مستقلة إلى أن 57 مليار دولار ستستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات الست المقبلة لإنشاء مرافق لتوليد الطاقة الجديدة، وسيصل الاستثمار الإجمالي في هذا القطاع إلى 200 مليار دولار على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. رياض السعدي، CNBC عربية. متابعة للمزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر، ينضم إلينا في الاستوديو السيد حمد الهاشمي، المدير العام والمدير التنفيذي لتكنو بارك. أهلا بك معنا سيد حمد. أهلا وسهلا. بداية لو تعطينا فكرة عن أهمية هذا النوع يعني من المؤتمرات، والتي تجمع الكثير يعني من المشاركين فيها كما استمعنا في التقرير، في التنمية المستدامة أيضا والتكنولوجيا. احنا من خلال هذا الاجتماع حاولنا قدر المستطاع الجمع ما بين أكبر عدد ممكن من المهتمين في هذا القطاع. القطاع من القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي وأيضا القطاع الأعمال وقطاع المنظمات العالمية. حاولنا نستدرج أهم التوبكس، أهم العناوين التي ممكن من خلالها نثير موضوع التنمية المستدامة في المنطقة. نعم. فكان محور الحديث واللي تشكل في ثلاث اتجاهات أساسه، الأول يعني كان الورش العمل، هنتكلم فيما يخص الانوفيشن اللي هي الإبداعات والإنفستمنت، وأيضا الكلسترينج والإنكوبيشنز. نعم. كل الأربع جهات هذه كلها مركزة
بتركيز خاص فيما يخص التنمية المستدامة. طيب مشاركتكم أنتم كتكنو بارك يعني في هذا النوع من المؤتمرات كيف تمثلت؟ يعني ما الذي حاولتم أيضا أن تطرحوه من خلال مشاركتكم؟ إحنا من خلال مشاركتنا حاولنا نستعرض الحاجة القوية للمنطقة للتنمية المستدامة وللطاقة البديلة. نعم. وأبرز مثال على ذلك إحنا قاعدين نعمل كابيتاليزيشن أو بناء على قوانين جديدة تمت تطبيقها في دبي. نعم. من خلال القانون الجديد اللي كان with effective من السنة هذه فيما يخص البناء الأخضر أو ما يسمى green buildings. نعم. والتي تعتمد اعتماد كلي ومباشر وأساسي على الطاقات البديلة من خلال استخدام الماتيريالز اللي هي المواد المستخدمة تكون environmental friendly وأيضا من خلال محاولة التقليص من الاعتماد على التيبيكال والكلاسيكال انرجي ريسورسز والتحول إلى الطاقات البديلة سواء كانت طاقة سولار اللي هي الطاقة الشمسية أو طاقة الويند أو حتى الطاقات الجديدة المنبعثة من الريسايكلينج استخدام إعادة تدوير. نعم. فمن خلال تجربتنا ومن خلال واقعنا ومن خلال دخولنا في هذا المجال اعتقدنا انه من 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 اهميه القصوى للمنطقه كلها بصفه عامه ودبي بصفه خاصه على اساس ان احنا نثير اهتمامنا ونثير ما هو تم بالفعل استخدامه من بدايه السنه الى الان في نعم. طيب سيد حمد يمكن ايضا المؤتمر ركز على نقطه مهمه من اهم المواضيع هي الطاقه المتجدده ومستقبل ربما دول الخليج في هذا النوع من الطاقه الى اي مدى برايك ترى بانه دول الخليج يعني قطعت شوط في هذا المجال؟ استمعنا الى اراء بعض المحللين نعم. والخبراء في التقرير انه ما زلنا متاخرين، هل نعم. فعلا الدول العربيه والخليج ما زالت متاخره في هذا ام هي قطعت فعلا شوط فاعل؟ اعتقد ان البدايه كانت موجوده يعني البدايه احنا بدينا نخطي الخطوات حثيثه على الطريق الصحيح. نعم. واعتقد استعرضنا اليوم مع الدكتور فاروق الباز بعض الاحصائيات اللي تدل على اساس ان احنا بالفعل لنا ادفانتج لنا مقومات اساسيه في استخدام الطاقات البديله واللي بدات لو تلاحظينها في المنطقه بدت توجد لها اذان صاغيه وبعض الانيشيتيفز موجوده. اعتقد مشروع مصدر في ابو ظبي اكبر مثيل ودليل على هالشيء، واعتقد ان في الدول المجاوره ايضا بداوا يتوجهون للويند انرجيز. واحنا هنا في الامارات وتحديدا في التكنو بارك نشجع على استقطاب العاملين في التنميه المستجده والطاقه البديله سواء كان ذلك من خلال البحث العلمي او التطوير او حتى مجالات البزنس او الانفستمنت. حتى مؤخرا بدينا نركز في اليمنت قوي اللي هو عنصر قوي جدا في هذا المجال اللي هو عنصر البرايفت انفستمنت الاستثمار الخاص في هذا المجال. نعم. والذي يعتقد انه متوفر بشكل كبير لكن خارج المنطقه. احنا نجحنا مؤخرا ان نستقطب بعض رؤوس الاموال الخاصه في تطوير التكنولوجيا هذه. طب بما انك تتحدث عن الاستثمار في التكنولوجيا سيد حمد، يعني مع الوفره الكبيره المتوفره بدول الخليج يعني لماذا ترى عدم التوجه الى هذا النوع من القطاعات يعني اللي هو يعتبر فعال وحيوي وربما يؤثر على قطاعات كثيره ايضا في المنطقه؟ صحيح. الحاصل ان المنطقه معرضه الى 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 انشطه قويه اخرى متوازنه مع نشاط تو قائم اللي هو نشاط الطاقه البديله. نعم. واللي تتمثل في نشاط السياحي والنشاط العقاري ونشاط التجاره. الانشطه هذه مردوداتها اعتقد على رؤوس الاموال عاليه جدا. هذه اللي تحجم الجهات المعنيه على انها تقبل بشكل سريع على صناديق الاستثمار فيما يخص القطاعات التنميه والتكنولوجيا. نعم. احنا هدف من اهدافنا الاساسيه ان ننمي هذا القطاع من خلال استقطاب الفندز هذه او الانفستمنت المحافظ والصناديق الاستثماريه المتخصصه في تنميه قطاع
استطاعت التكنولوجيا. نعم. وايضا من خلال ايضا انتروديوس نسميها تقديم صناديق جديده من المنطقه يتم تاسيسها في المنطقه. طيب كيف يمكن تفادي العامل المخاطره في هذا المجال؟ يعني كيف يمكن اقناع المستثمرين بهذا النوع من الاستثمار؟ اعتقد اي بزنس جديد، هذا يعتبر بزنس جديد. نعم. اذا نتكلم من ناحيه البزنس، اي بزنس جديد يحتاج يمر لمرحله نمو ومرحله ماتوريتي. احنا الان مقبلين الى يعني better understanding، العالم بدأت تفهم من خلال مشاركات وإقبال الانفستمنتس هذه. نعم. والمحافظ هذه للمنطقة بدأت تفهم شو هي مردود كيفية التعامل مع المحافظ الاستثمارية المتخصصة في إنشاء الشركات ذو التقنية. نعم. الشركات مش فقط الشركات اللي هي تعتبر متقدمة في مراحل متقدمة من الإنشاء، ولكن الشركات الانتربرورز اللي هي في بداية تأسيسها. نعم. الدور أساسي احنا نلعبه في المنطقة ان نبدأ نقرب وجهات النظر من خلال مشاركة فعلية لنا في الفند هذه والانفستمنت هذه، ونبين مدى إيجابيات الإقبال على هذه الأنشطة من خلال الحصول على شركات تم تأسيسها في المنطقة بعلوم متوافقة مع احتياجات المنطقة لتوفير حلول مناسبة لها. السيد أحمد الهاشمي المدير التنفيذي والمدير العام لتكنو بارك، شكرا لوجودك معنا وشكرا على هذه المعلومات. شكرا. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونتابع جلسة أعمال الليلة، ابقوا معنا.